يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب علوم القرآن في باب النسخ قال: ويطلق الناسخ على لفظ الجلالة الله، واستدل بقوله: ما ننسخ من آية. السؤال: هل الناسخ يعد اسما من أسماء الله؟ لا، ما هو من أسماء الله، لكن من باب الإخبار. يقال الناسخ هو الله أو الرسول من باب الإخبار فقط، أما من باب التسمية لا، ليس من أسماء الله الناسخ. نعم.